إبراهيم عبد الرحيم محمد، عمري 47 سنة، سكن إيد حي الخبر. بديت بالراديو القيثارة قبل، كانت تسعينات، راديو القيثارة الصغير بالبيت، جبت كاوية وبلشت أصلح بيها، وصلحت وش اسمه صلحت واحد، وبعدين صلحت اثنين، وعلى أثرها يعني فتح واسي، فتحت محل واقتصيت بس راديو صغير، وبعدين صارت مسجلات السيارة، قمنا نشتغل مسجلات سيارة. احنا بس تصليح ليجي نصلح للراديو، هو الراديو قيمته كانت 15,000، ناخذ يعني تصليح عليه حسب العطل ماله، 2000 3000 بيها 5000 ايه. بعدين لجت مسجلات السيارة، المسجل مال السيارة ب 25 و 30 او ب 40,000، تصليح 10,000 12,000 حسب عطله وحسب التعب اللي نتعبوا به. 98 كان ماكو غير الراديو ثارة، وهاي الراديونات العادية وإضافة إلى مسجل السيارة مال السوبر مال البرازيلي. الإلكترونيات بيها صعوبة، بس تلاقي 3/4 الشباب يريد يعني مثلا يشتغل بيك شغلة، لأن يشوفها مثلا شغلة بيها شلون مهارة أو وش اسمه أو حب تطلع بس هي بيها صعوبة. خلصت مدرسة، دخلت جيش، من خلصت جيش اشتغلت بالإلكترونيات، صارت مثل الخبرة عندي، أو من اشتغلت بالراديو الثاني صارت عندي بسهولة. فلهذا يعني الواحد مثلا يحقق نجاح، يعتبر نفسه حقق نجاح بشيء، من فتحت بديت أشتغل، يعني قام تجيني راديونات من العالم قمت أصلح. بعدين جتي بال 2003 ولا 2004 تعرف أنت جديش، رأسا اشتغلنا بالدش. الدش ما كان عندنا، ويختلف شو اسمه، يختلف مثلا عن الراديو والمسجل. بأول تواجهنا صعوبة بتصليحه، يعني كشهر شهرين ثلاثة أشهر، بعدين لا مشى الحال، لأن عندنا خبرة سابقة بالإلكترونيات. فلهذا ما، وأضاف إلى الدي جي، هاي الدي جي مال الصوت هم نشتغل وياها، كانت قبلها كوسيدي، سيدي اقراص شو اسمه ام بي 3، يعني راس ام بي 3، هماتين جت فتره سنتين ثلاث احنا نشتغل عليها. تصليح وايد سهلت علينا شو اسمه تصليح الدش، يعني تقريبا صارت عندنا شوي خبره اقوى، لانه اجهزه السيدي جت ورا ال 2003، طرازه احدث والاي سيات اللي بيها تختلف عن الاي سيات، يعني قريبه الاي سيات الدش وال فلهذا صارت عندنا بيها شويه سهوله. فواجهتنا بالبداية صعوبة بشغلة الدشوات، يعني كم شهر وعادي قمنا نشتغلها بشكل طبيعي. الدشات كانت بيها يعني رزق الحمد لله والشكر، بس بعد من انتهت الدشات صارت يعني مصلحة شوية رزقها ضعيف انا حولت نون ستيشن، واكو غير لا يعني عاف راح اشتغل غير شغلة وش اسمه، والنون ستيشن تختلف بش اسمه من ناحية القطع اللي بيها عن كل شيء، يعني عن الديش، عن المسجل، عن القطع اللي بيها تختلف، يعني من ناحيه الاي سيات اكثر صعوبه شغله، مكان ما كنت مثلا تشتغل ساعه او ساعه ونص بالحاجه، هاي تشتغل بيها 3 ساعات، ساعتين ونص، اكثر مرات 4 ساعات، من خلال خبرتي بالاجهزه الالكترونيه القديمه وشو اسمه وبلشت اشتغل بيها. قمت اميز العطلات شيء ورا شيء، من خلال الفحص، من خلال تطوير شو اسمه تطوير مثلا الديجيتال ادوات الفحص الالكترونيه، يعني ايه من خلال شو اسمه الادوات، يعني المجهر ساهم عندك، يعني الايس صغير ما تشوفه الا بالمجهر انت تقدر تشتغله، من خلال الحاسبات يعني تقدر يعني تقريبا 5 الى 6% تعرف العطل من خلال الحاسبة، والباقي على خبرتك، الباقي 94%
بالعطال لازم على خبرتك انت. ايه و 6% هي على الحاسبه شو اسمه تبين لك اكو مشكله مثلا بلون الجهاز او اكو مشكله ضرب راح تقطع من داخل الحاسبه يقول لك شورت ها ايه فالصعوبه شو اسمه الصعوبه ويا اليوم تنزل ولو هي الالكترونيات بحر يعني ما يوميا يجيك شكل ويوميا التطور مو واقف يعني اشوف يوتيوبات ويجي تطبقها مثلا على دش يطلع مو صحيح يعني حكي شكل هناك ومتجي تجسمه العطر شكل ثاني ايه فما ما ما صار ما صار عندي شيء يعني هنا اكو ناس تنزل بصوره صحيحه بس مو هاي ما حد يعرف بيها اكو بغير مجالات يعني مثلا مجال غساله او وش اسمه او موبايلات تفكيك وتركيب وغيره شاحنه مثلا بس ما يحدد لك عطل يحكي لك شيء عام بس هو من تجي الصيحه ومو بس كالغساله لا يفكك قبالك وي لان شيء كبير ومبين مثلا رلي بدي لك رلي مو خريطه الكترونيه بس من يجي الخريطه الالكترونيه لازم اخذها لمصلح ابو الكترونيات لانه ما اعرف بيها